دكتور محمد صدقني أكثر واحد بالعملية السياسية الحالية حاليا مستعد لخوض الانتخابات المبكرة هو السيد السوداني. لأن الرجل جاهز ورئيس وزراء هو عنده إنجاز شرعية الإنجاز عنده نفس الشارع ونبض الشارع يعني ما شاء الله مستوى جدا عالي. فكل اللي دعوا ربما يدعون لأسباب معينة أو ل يعني لتفاهم سياسي لأن يسحب إلى تفاهم سياسي فكانت هاي الدعوات لسحبه إلى تفاهم مستقبلي. زين هو ليش يروح يتفاهم إذا هو متأكد من وضعه؟ خب روح ينزل بالانتخابات تعالوا يلا خلاص. ها أنا هسه وهذا الميداني ميدانه خلاص. أنا أقول لك هذا ائتلاف إدارة الدولة الحاضن السياسي خلي يروح يصوت يقول أريد انتخابات مبكرة سيجدون كل الترحيب من السيد السوداني قرار لإقامة هذه الانتخابات قرار لأن أكثر واحد جاهز بالوقت الحالي للانتخابات هو السيد السوداني. عنده إنجاز شارع معاه عنده نجاحات يعني ورئيس وزراء جاهز زين أكثر واحد جاهز حاليا هو تمام.